يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تسمية الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالخليفة الراشد الخامس، وهل يعد هذا طعناً في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟ لا، ما يعد طعناً في خلافة معاوية رضي الله عنه. معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك، لأنه صحابي رضي الله عنه. ولهذا لما سئل بعض العلماء أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية، قال الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي خير من عمر بن عبد العزيز. لا شك أن معاوية أفضل بلا شك، ولكن عمر امتاز بالعلم والعدل، وكل إنسان له ميزات بلا شك، كل إنسان له ميزات، فعمر بن عبد العزيز له ميزات ومعاوية له ميزات لا توجد عند عمر بن عبد العزيز. نعم.